مرحبا يا أصحابي، أنا محمد من مدرسة بسمة زيتونة. اليوم راح نكون سوا نتعلم كيف ندخل على موقع طبشورة. أول شي بندخل على موقع طبشورة، بنحط تسجيل دخول اللي موجود على الشمال من فوق، نكتب اليوزر نيم اسم المستخدم والباسورد كلمة المرور، بنحط تسجيل دخول. هلا راح أدخل على الصف اللي بدي إياه. هون عندنا صفوف، راح أدخل على الصف الثاني. في مواد إنجليش، ماث، ساينس واللغة العربية، راح أدخل على العربي. هاي القائمة قائمة دروس، راح أدخل على أول درس. في كل درس عندنا محاور، هون عندنا لنبدأ نبلش درس جديد. هيا بنا بنحل أسئلة تمهيدية للدرس. تمارين درس بنحل أسئلة استيعابية. ماذا تعلمنا اليوم؟ بنراجع ونلخص ما تعلمناه بالدرس. راح نجرب نحل سؤال. أول شيء نضغط لنتعرف معا على قصتنا لليوم. راح أضغط على الصوت لأسمعه. نضغط على الخيار اللي بدنا إياه، إذا طلع غلط فيك تعيده. خلونا نروح على مادة الإنجليش، نضغط على إنجليش. هاي القائمة قائمة دروس كمان، راح أدخل على أول درس. هون عنا أربع محاور: I wonder مقدمة الدرس، I learn تعلم الدرس، I practice بتمرن على الدرس، وI recap براجع ولخص ما تعلمته بالدرس. راح أدخل على match the pictures لجرب حل سؤال. بوصل كل صورة للكلمة اللي بترمز لها: living room، garden، bathroom. طلع عندي كل شيء صح. راح أضغط على الجريد تول اللي موجودة هون، بختار مادة الماثماتكس يعني الماث. هاي القائمة قائمة دروس كمان، راح أدخل على أول درس. هون عنا ثلاث محاور: I start بنبلش درس جديد، I discover بنتعلم الدرس، I practice بنتمرن على الدرس. نرجع مثلا على I discover لنحل سؤال. نضغط على write the numbers، مكتوب write the number يعني بتكتب الرقم. 110 and 3 ones تكتب الجواب، 110 and 7 ones. نكبس check لنتأكد من الأجوبة، وإذا طلع شي غلط نضغط retry لنحل السؤال مرة ثانية. بس خلص الماث بطلع لفوق، بكبس على grade 2 لأرجع على غير مادة، على الساينس. بكبس على الساينس وبدخل على أول درس. هون عنا أربع محاور: I start بنبلش درس جديد، بال I discover بنكتشف الدرس وبنتعلمه، بال lesson بنلخص الدرس، بال I practice نتدرب على الدرس. هأطلع لفوق لحل سؤال What is a garden؟ بضغط عليه، بسمع الصوت. A school garden is placed in front of the home. True or false؟ حديقة المدرسة تقع مقابل المنزل، صح أو خطأ؟ بختار true أو false، راح اختار false. وهيك نكون خلصنا وتعلمنا كيف نستخدم موقع طبشورة لنتعلم دروسنا مع بسمة زيتونة. باي.